بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. ما زلنا مع أم المؤمنين ستنا حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما. آخر مرة حكينا إن هيحصل موقف جميل جدا ما بين ستنا حفصة وما بين ستنا عائشة رضي الله عنهما. إيه هو الموقف ده؟ بقى موضوع حلقة النهاردة. الحقيقة إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كانوا مقسومين حزبين. الحزب الأولاني ستنا عائشة، ستنا حفصة، ستنا سودة، ستنا صفية. والحزب الثاني كان بقية أمهات المؤمنين. حزبين إزاي يعني؟ دول صحاب قوي قوي والتانيين صحاب قوي قوي، فعاملين كأنهم حزبين بيتنافسوا على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ستنا حفصة وستنا عائشة كانوا أكتر اتنين صحاب وقريبين من بعض. فإيه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل إن ستنا زينب بنت جحش اللي هي من الحزب الثاني حبت إن النبي صلى الله عليه وسلم لما يروح لها في اليوم بتاعها يطول شوي. تحب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ستنا عائشة قبل كده قالت، لو تفتكروا في حلقة ستنا عائشة قالت وهي التي كانت تساميني على قلب رسول الله، يعني على طول بتنافسني على قلب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فستنا زينب رضي الله عنها كان نفسها ان النبي عليه الصلاة والسلام يطول شوية في القعدة عندها. والقصة دي وردت عند الإمام البخاري. سيدنا رسول الله كان يحب العسل والحلوى، هو جميل فبيحب كل حاجة جميلة صلى الله عليه وسلم، فبيحب العسل. فستنا زينب راحت قعدت تدور على أجود أنواع العسل وجابتها مخصوص عشان أول ما يجي النبي صلى الله عليه وسلم يمشي تروح مطلع له العسل فيطول شوي. مرة اتنين تلاتة، مين قاعد بيحسب بالدقيقة؟ ستنا عائشة. قعدنا قد إيه؟ قعدنا قد إيه؟ بالثانية. فبدأت ستنا عائشة تلاحظ أو بيتأخر عند ستنا زينب ليه؟ أما تروحت لستنا حفصة، يا حفصة بصي بيحصل كذا كذا، إيه الموضوع؟ قعدوا يدوروا لحد ما عرفوا ان ستنا زينب بتجيب له عسل من نوع كويس جدا 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 عشان تاخر النبي شويه. فرحت ستنا عائشه مجمعه ازواج النبي كلهم الا زينب وقالت لهم دلوقتي احنا هنعمل خطه. والخطه كالاتي، وروايه عند البخاري بتقول وقالت عائشه والله لن نحتالن له، احنا هنعمل عليه حيله عشان ما يطولش عند السيده زينب. ايه اللي هتعملي يا امنا عائشه؟ لمت امهات المؤمنين كلهم قالت لهم بصوا هيحصل كالاتي، واللي دبر الخطه دي ستنا عائشه وستنا حفصه هما الاثنين مع بعض. قالوا اللي هيحصل كالاتي من هنا ورايح. انت يا حفصه اول ما سيدنا رسول الله يجي عندك، اول ما يجي يسلم عليك ويخش البيت تقولي له ايه ده يا رسول الله، اني اشد منك ريحه مغافير. انا شم ريحه مش حلوه. المغافير ده نوع صمغ بيطلع على شجر بس طعمه حلو بس ريحته مش حلوه. سيدنا رسول الله كان أطهر البشر وأجمل البشر عليه الصلاة والسلام. سيدنا رسول الله عرق ومسك. فحضرتك متخيل لما حد بطهارة وجمال النبي يتقال إن في ريحة مش حلوة مش هيستحمل عليه الصلاة والسلام. فهيجي يا حفصة يسلم عليك تقولي له يا رسول الله إني أشد ريحة كأنه مغافير، فيقول لك بس أنا ما أكلتش مغافير. فتقولي له أمال أكلت إيه يا رسول الله؟ هيقولك أكلت عسل عند مين؟ عند زينب. فتقولي له إن النحل الذي أنتج هذا العسل لعله كان يرعى عند شجر فيه مغافير. برضو إحنا الستات يعني مش قليلين يعني، فحنقنعه. خلاص يا حفصة، خلاص يا ستين حفصة، خلاص خلاص يا سودة، كل أمهات المؤمنين تمام، محدش يجيب سيرة، محدش هيجيب سيرة. وراح يعين النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل يسلم على ستنا عائشة. أول ما دخل فقالت يا رسول الله كأني أجد رائحة كأنه مغافير، أكلت مغافير يا رسول الله؟ فالنبي حبيبي قال لا والله أبدا لا يمكن أكله. قالت أم أكلت إيه يا رسول الله؟ لا والله ما أكلت إلا عسل عند زينب. قالت إذا النحل كان يرعى عند شجر فيه مغافير. فطلع النبي صلى الله عليه وسلم دخل عند مين؟ عند ستنا حفصة. الخطة بقى بحذافيرها. فأول ما دخل جاي يسلم، حفصة قالت له إيه ده يا رسول الله، إني أجد منك رائحة كأنه مغافير. نفس الكلام. فالنبي قال لها والله ما أكلت مغافير. فقالت أم أكلت إيه؟ قال أكلت عسل عند زينب. قالت إذا النحلة كانت ترعى في مرعى فيه مغافير. دخل عند ستنا سودة. ستنا سودة بقى بتقول والله لما سمعته على الباب هممت أن أقول له والله يا رسول الله اتفقنا على كذا وكذا وكذا وكذا. بتقول كنت هعترف وبعدين خفت من عائشة. قالت فخفت من عائشة لأن عائشة مش هتسكت.
فدخل عليه الصلاة والسلام. بتقول قعدت كده أشاور نفسي بعدين خضعت، فقلت يا رسول الله ما هذه الرائحة؟ فقال لا أدري. قالت يا رسول الله كأني أجد مغافير. قال والله ما أكلت يا حبيبي صلى الله عليه وسلم. قالت أم الأكلت إيه؟ قال لا أكلت عسل عند زينب. قالت إذن هذا النحل كان يرعى في مرعى فيه مغافير. قال والله ما أكلت إلا عسل عند زينب، ووالله لا أكله بعد اليوم أبدا صلى الله عليه وسلم. فلما مشي من عند ستنا سودة، فستنا سودة راحت لستنا عائشة، قالت يا عائشة لقد حرمناه، حرمناه من العسل. قالت اسكتي بس خلي خطة تمشي تمام. فنزل القرآن، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضاة أزواجك. لا يا رسول الله، ليه تحرم على نفسك العسل؟ لا يا رسول الله. وتنزل الآية، إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. مين تتوبا؟ مين الاثنين؟ ستنا حفصة وستنا عائشة. وإن تظاهر عليه، لو هتعملوا عليه بلغتنا البسيطة يعني حاجة زي إيه؟ عصابة يعني. وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين. يعني نزل القرآن تأكيدا لكلام سيدنا عمر بن الخطاب، عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام كان بيقول دايما إياكم منكم محدثون، فهو عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. سيدنا عمر يقول الحاجة ينزل بها القرآن، يقول حاجة ينزل القرآن بلفظ سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه. ونتعلم درس جميل قوي من القصة بتاعت النهاردة، إن لو الست زعلت جوزها بس خطأ نتيجة طبع، الزوج المفروض يسامح وما يزعلش. لكن لو الخطأ بدافع نية، أنا قصدي أذيك، لا حضرتك ممكن تزعل. لكن لو ده طبع فيها، الغيرة طبع، الغيرة طبع مركب عند المرأة، ما فيش ست تعرف تتحكم فيه. طبعا الغيرة السوية اللي مش مؤذية، بس الغيرة طبع مركب سبحان الله. حتى سيدنا رسول الله روي عنه أنه قال إن المرأة الغيراء اللي بتغير لا تدري أعلى الوادي من أسفله، ممكن ما تميزش وهي في نص الخناقة مثلا يعني. فطول ما مراتك بتعمل حاجة بتزعلك بس بدافع الغيرة عشان بتحبك، مش المفروض أن حضرتك تزعل. لكن لو قصدت تأذيك ماشي ممكن حضرتك تزعل. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام ما زعلش من ستنا عائشة ولا من ستنا حفصة رضي الله تعالى عنهما. وأجمل حاجة في الموضوع ده كله أن سيدنا عبد الله بن عباس بعد القصة دي بسنين، لما بقى سيدنا عمر بن الخطاب أمير المؤمنين، بقى سيدنا عبد الله بن عباس راح له مرة قال له، قال يا عمر يا أمير المؤمنين أنا بقالي سنة نفسي أسألك سؤال. قال له تفضل، إيه هو يا ابن عباس؟ قال مين هم الاثنين اللي ربنا قال فيهم أنت ظاهرة عليه؟ فقال حفصة وعائشة. قال له ده أنا بقالي سنة نفسي أسألك ومكسوف. قال لا تفعل، اسأل ما شئت. رضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله، فعلا تربية النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لسه معنا قصص جميلة مع ستنا حفصة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. إيه اللي هيحصل وإيه القصص دي؟ ده اللي هنعرفه المرة اللي جاية إن شاء الله. شكرا، السلام عليكم.